بص بقى الطقم اللي في ايده ده بيتكلم عن نفسه، السمك بتاعه باين، درجات الالوان واللعب اللي فيه حاجه جامده جدا. اه العليه بتاعته عليه سحريه اهي يا بنات، وما يبقاش ولا مبارز عن الحيطه ولا كده. لا ده انضف حاجه وافضل حاجه. بصوا بصوا التومه ده في عندي منه الوان واشكال، ده الثلاث قطع من بره ابيض ومن جوه تمام. ده انضف حاجه موجوده، ده بيتباع في اي مكان، بيتباع بمبلغ يعني كده بكام اخر حاجه؟ ده 210 210 انضف حاجه. طب ما تخليها 200 مقفوله. 200 مقفوله هو حلو. 200 جنيه علينا انا كده واخد 10 جنيه في الطعم. والله يا بنات احنا بنحاول معايا تمام تمام. ده كده يا بنات 210 ب 250 جنيه تمام. ده انضف حاجه. اوكي يا بنات ما تنسوش ان انتوا تقولوا ان انتوا جايين تبع قناه شيماء الجوهري او حياه افضل مع لاميا او حياه اسلام، احنا الثلاثه موجودين، او عالم اسلام، احنا بنصور مع بعض النهارده، والعروض دي خاصه بالثلاث قنوات تمام. ده بقى بيجي اللي تحت منه على طول، اللي هو بتاعنا احنا بقى بكل فخر صنع في مصر. حاجه زي كده على فكره عملي برضو شغال، بس الناس اللي بتحب ده مصري الحاجه برضو. ده مصري، ده مصري والله، ده برضو مصري تمام. بس ده حاجه لارج، او ده حاجه 100% سبيشال، هو فعلا حاجه سبيشال تمام. في ده عايزين برضو، لو عايزين نطلعه من الكيس نتفرج لا عليه. هو في منه معروض، انا شايفه اتفرج على التشكيل بتاعه، خلي المعروض معروض. بص يا بنات اهو، بص ده الفينش بتاعه اهو، ولا في ديفوهات ولا في حاجه. ده ادخل حاجه اللي هو بيبقى 16 مللي. اه يا بنات ده على فكره انت بتقول مصري، بس هو برضو مش سوقي، في حاجات ارفع من كده تمام. ده كده بيبقى عامل 140 جنيه 140 انا ببيعه ب 150 جنيه لاي حد تمام. برضو القنوات حضراتكم هيبقى عامل ب 125 لاي حد. 125 المستطيل هو تخين يا بنات على فكره. ادخل حاجه المستطيل تمام. يبقى ثلاث قطع تمام. بالنسبه لده في منه الوان، كل حاجه يا بنات في منها الوان. بصوا اهو عندي الاقل منه على طول، عندي نوع ب 100 ونوع ب 80 اللي هو ده. ده ب 80 برده، ده ب 80 ده السمك اقل شويه تمام. حلو قوي ده على فكره يا بنات. انا برده اكتر حاجه بنهتم بيها هنا الفينش والدهان، ان هو ما يبقاش ملطش، ما يبقاش كده تمام. حتى ارخص واحد يعني بيبقى مقبول الى حد ما، ما بيبقاش وحش قوي اهو. بصي السمك اهو، والتشطيب بتاعه حلو جدا، حتى وانت بتستلمي افرزي حاجتك، لو انت موجوده في المحل افرزي حاجتك قبل ما تمشي تمام. اهو ده ب 80 جنيه ده ب 80 3 ما بين الاثنين، بس هو خلصان والله ب 100 جنيه تمام. انا هاجي لك تاني لما تنزل شغل جديد، واحنا الثلاثه ان شاء الله ونتابع معاك باذن الله. الفيديو بيخلص على طول ان شاء الله. في برده حاجه ثانيه نلاقيه دوكو شويه، في ده مدهون دوكو، وفي ده اللي هو العادي خالص اللي هو مدهون بلاستيك تمام. ده بيعرفكوا الفرق اهو. ده دوكو الدهان افضل. ده ب 75 وده هيبقى ب 55. بصوا الحجم يا بنات، هما الاثنين حجم واحد، وعلى فكره اللي ب 55 انا يعني مش وحش، انا شايفاه على فكره كويس برضو. اللون بتاعه سوقي ده. ده بلاستيك وده دوكو تمام. ده دوكو ده فيه لمعه شويه تمام. اللي بره اللي عند اي، من غير ما نذكر الاسماء، اللي عند اي حد اللي بيبيعوا ب 35 و 40 بيبقوا الثلاث بوكسات اصغر. ثلاث مربعات اصغر. بصوا الحاجات دي تحفه، عايزه اقول لكم جميله جدا، بتفكرنا كده بحياتنا زمان، هي شبه حاجه زمان عندنا. أيوة مش عارفه اجيبها ايه هي. بتتعلق وتحط فيها ورد. تمام. بصوا ده ب 70 جنيه ده في منه الوان برده، الوان كتير واشكال كتير، بس والله للاسف خلصان تمام جميل. بصوا لا معلش وريهولي من الجنب بقى، السمك يا بنات بتاع ال تمام. ده خشب مش ام دي. بصوا سمك الخشب قد ايه من الجنب؟ بصوا حلو جدا، انا عايزه اقول لكم حلو قوي وسعره حلو وشكله شياكه قوي. ده تمام بكام؟ قلنا ب 70 جنيه. متابعين القناه؟ متابعين القناه. طيب تمام. عندي منه حجم اصغر بيتباع ب 70 والكبير ده ب 90. احنا اللي متابعين القناه ده ب 70 والاصغر ب 60، اصغر حاجات بسيطه. عندك الاصغر دلوقتي؟ الاصغر دلوقتي والله امبارح اهو. يا بنات اهو حاطين الاثنين جنب بعض، ملناش حجه بقى، اهو ده الصغير وده الكبير بتاعه. ده برده خشب مسكي. الحاجات دي كلاسيك شويه بس شكلها برده شياكه قوي. ده في منه الوانات اللي بتبقى واخده شكل الخشب دي. بصوا ده، ده رف بيتحط عليه اي حاجه، صوره، تحفه، اي حاجه. جميل جدا. ده ب 75 من الاخر. 75 الاخر ما تفصلوش معايا. ده خشب مسكي. ايوه حلوه قوي تمام. في سلالم كمان يا بنات، دول هم اربع درجات مش كده؟ لونين في بعض، لونين في بعض، في سادة وفي الالوان وفي كذا نوع. الرف اللي فوق بيبقى صغير، وكل ما بتنزلي تحت الرف بيكبر معاكي. بصوا اخر الرف كبير اهو تمام. في ده ب 115 115 برضه ده نضيف شويه، اربع درجات. وبيفرق لما السلم بيتفرق. اوكي وده ب 125 ده ب 125 اشكال ممكن عرفت تشيلي تعرفي الفرق بنفسك تمام. اقعد هنا
اهو يا بنات ايوه بصوا السمك باين اهو. الارخص بيبقى اقل في الشغل واردع في الالوان في الخامات عشان عرفتي بقى تمام. سلم ديكور وعليه ورد هناك اهو اهو يا بنات هو محط عليه اي حاجه. ده مستطيل ده برضو دوكو ادون دوكو مش بالاسود ده بيتعلق كده بالطول بس احنا ان شاء الله المره الجايه هنخليه يتعلق كده او كده هتظبط نزود علقات بحيث ان العميل عايز يعلقه بيحب كده عايز بالطول عايز يعمل اشكال هيبقى حلو. المستطيل بتاعه في النضيف قوي ب 240 جنيه بيتعلق طول او عرض زي اللي شفناه في اول حاجه زي السداسي اللي شفناه في الاول في ده بقى ده برضو مدون دوكو بس ارفع شويه اخف شويه في السعر ده بيبقى عامل 125 جنيه لمتابعين القناه لا طيب. زي كده دي عايزه اقول لكم كبيره يا بنات مش صغيره دي ب 70 جنيه دي ب 70 جنيه تمام دي كده ب 70 جنيه لاي حد تبعها تمام كل ده كده انا في حاله اجراء جامده انا بقول لكم اسعار من بعد الاخر بمحطتين حلو قوي تمام ديت الذهبي نفس الاسعار هي اشكال بصي كل ده نفس السعر 70 70 جنيه ايه ده كان بيضحك علينا قوي حلو قوي بجد وطبعا كل شكل في منه الواناته كل شكل في منه الالوان الاوف وايت اللي هناك دي تحفه تمام في منها ابيض دي اوف وايت ابيض وفي اوف وايت منها برده بقى في منها كريمي شويه اوف وايت كل الاشكال دي ب 70 ومتابعين القناه ده ب 70 جنيه تمام الاكبر 85 جنيه الاكبر دي شويه بنات دي 85 برده حلو قوي واشكال والوان برده زي الثانيه بالظبط نفس الاشكال ونفس الالوان بس على اكبر تمام مستورده برضو دي كده 50 يا بنات بصوا اللون النبيتي بتاعها هي مش احمر هي نبيتي في منها احمر وفي منها درجات كتير تمام حاجه زي دي برضو ب 50 جنيه مش هنقول اكبر ولا اصغر ولا الكلام ده كل ده بيمشي اطفال بيمشي كل ده ب 50 يا بنات بصوا اللي جايبها دي حلوه قوي دي زي كده دي بكام برضو ب 50 احنا بنحرق وصلوا لي عندي منها الابيض بصوا بنات برضو اللي هي بتاعت دي حلوه جدا ثلاث احجام نفس السعر كلهم 50 تمام بصي يا بنات الاحجام باينه اهي دي كده دي بتاعت مطبخ تمام دي كده ب 100 جنيه دي ب 100 يا بنات دي حروف بارزه حلوه جدا في منها وفي الاحمر بتاعه الابيض والاسود اللي احنا شفناهم السيلفر واللون اللي هو البترولي اللي هناك بصوا كمان في ده بصي في تيتا وجده هنا بيخبي منها ورق الكوتشينه يا بنات جده بيخبي تيتا وجده هنا اهو وهي لا لفها لنا الناحيه الثانيه كده وشهم ليها الناحيه الثانيه بصوا هو بيخم ورا وهي مش واخده بالها خالص وبتنور وهنا على العجله بقى والشغل بتاع تيتا وجده ده طبعا بينور طبعا ده في منه انواع برده كل انواع زي بعضيهم بتفرق في شكل التمثال نفسه اقل سعر المرجعه دي بتبقى مثلا ب 85 واي شكل من دول هيبقى ب 100 جنيه ده سعر احنا اي شكل من دول يا بنات 100 جنيه حلوه جدا الحاجات اللي فوق دي لفت نظري جدا الوانها شياكه واشكالها جميله جدا كل دي تحف بورسلين بيعمل موسيقى كل ده بيعمل موسيقى برضو اسعارنا بفضل ان مفيش اقل من هنا في السوق كله تمام دي في اي مكان انا عندي هنا من معقد طيب 120 جنيه اوكي او ب 100 جنيه يعني دي لو حضراتكم اي واحده من دول هتبقى مش هنقول 100 جنيه هتبقى ب 95 جنيه 95 جنيه تمام ايوه بتاعت البورسلين دي في اشكال ثانيه ورا الله جميله اشكال ثانيه دي هنا اهي دي بتقعد كده دي بتتشال ممكن تتحط جنبيها كده ديكورات بس دول بيبقوا كده ودول وراها مثلا او جنب بعض هنا تمام وفي اليونيكورن دي الحصان دي برده موجوده ورا هي بنات اليونيكورن ايوه برده بتعمل موسيقى وفي برده هنا كام شكل تاني ايفل وبتاع بصوا الحمراء دي جميله قوي نفس الاسعار كل دي نفس السعر اي شكل عادي طيب والحاجات دي بقى الحاجات دي بتنور موسيقى بتنور وبتعمل موسيقى اي واحده من دول ب 55 جنيه جم 55 يا بنات سعر الجم تمام طيب بصوا بقى الحاجات دي برده بتنور اللي فيها ورده ورا دي بصراحه عجباني جدا دي اللي فيها ورده الحمراء دي ما بس هم دول فيكس يعني ان شاء الله دي عامله زي فيلم الجميله والوحش كده الورده اللي كان بيقع ورقها بتبقى محطوطه في نفس حاجه زي دي برده كده جميله جدا بكام دي؟ دي كده ب 60 جنيه دي ب 60 بصوا بقى يا بنات ازاز مش بلاستيك ده ازاز ازاز خشب زان تمام دي مستورده اوكي بصوا يا بنات في بقى اشكال كتير يعني الشخصيات المفروض بتزيد شويه يعني. بصوا يعني ايه الشخصيات بتزيد تبقى ب 70 جنيه اي شخصيه يعني اي واحده من اللي انا ماشيه عليهم ب 70 ما عدا الطوال قوي
تبقى بتزيد 10 جنيه تاني. تمام، الكبيره شويه بنات بتزيد 10 جنيه. طب الحاجات الخشب دي عندك تشكيل منها؟ انهي حاجات؟ الوحده الاكياس دي اكسسوارات كان عندي تشكيله كبيره جدا. اه ومرايات ودواليب كلها بتنسب. طب اللي هي عامله زي الكوموزيونو دي بكام؟ اللي عامله زي الكوموزيونو دي ب 100 جنيه. دي ب 100 يا بنات، ثلاثه درج مع بعض. تمام، اه عارفاها دي حلوه. في رسائل الحب دي بقى ب 5 جنيه. اي رساله اي واحده جميله. اه برضه في منها شكلين تاني بس خالصين. رايقه جدا دي، حلوه قوي. اه دي كده ب 90 جنيه. دي كده ب 90 يا بنات. تمام جميله. الشمسيه بتتشال لو عايزين برضه ايه عادي. الشمسيه بتتشال عشان اه لو بالليل بقى ونخلي الايديات بالنهار. طيب دي بتنور مش كده؟ اه بكام دي؟ دي كده ب 85 جنيه. 85؟ دي يا بنات عامله زي المحطه كده. وبرضه فيها رسائل حب. ايوه وفي بقى بيها مكتوب لاف او هوم. او اهي ورا هوم او هوم. عايزه انوره لك برضه ثانيه. لا 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 تمام، هي باينه واحده اهي باينه. تمام جميله جدا دي. تمام كده دي اكبر من اللي في السوق كله ب 15 جنيه. في بقى بيت الكرم، بيت العز، بيت ولاد الاصول. واي اي كلمه عايزه تتعمل بالطلب او اي حاجه بنعملها ما فيش مشكله، بس بتزيد مثلا 5 جنيه. يعني من 15 ل 20 بس اللي موجوده عندنا ب 15. لو حاجه بالطلب تبقى ب 20. بعد 24 ساعه. تمام. البلاط دي بنعمل اي حجم اي دول خشب. ها ده كل ده خشب فينير. اه دي بكام اللي في ايدك دي؟ كبيره جدا يا بنات دي. ده 40 في 60. اه ده بيبقى عامل 80 جنيه. دي 80 40 في 60 دي كبيره. ده فينير. ده فينير. يعني ايه فينير؟ فينيل يعني بيبقى عازل على الصوره بعد ما بيتعمل. تمام، يتمسح بميه، يتمسح باي حاجه، ما جرالوش اي حاجه. تمام. الفينيل ده بيحفظ الصوره، ولا مش ورق عادي ولا الصوره تطلع ولا تقشر، اتلسي العادي ما جرالوش اي حاجه. اه يعني نقدر نحط عليها ميه عادي؟ مفيش اي مشكله. لو بلانس او كده تمام. نعمل اي مقاس واي صوره، حتى لو صوره شخصيه عريس وعروسه. تمام. اي حاجه واقل من اي استوديو عشان برضه عرفت العرض. يعني ده يبقى مثلا ب 80 جنيه الفينيل. أوه. لو معمول ورق يبقى ب 50. لو الورق أوكي. عادي زي اللي عند كل الناس يبقى ب 50. تمام. يعني انا لو جبت لك صوره وعملت لي صوره اي صوره تكون الصوره واضحه. أوه. هيبقى ب 100 جنيه الفينيل. والله عشان دي بتتعمل تصميم خاص. دي صغيره يعني تعتبر قد كف الايد كده يا بنات، بس في اشكال منها. ايوه بالظبط، منها اشكال كتير برده. منها لو عايزه صور خاصه بتتعمل، اشكالها كلها هنا اهو. يعني احنا في ايدينا نعمل اي شكل، صور شخصيه بقى، صور ولادنا، اي حاجه. اه عندنا مطبعه خاصه بينا. تمام. بكام؟ ده كده احنا بنبيعه ب 10 جنيه. الواحده ب 10 جنيه. الطباعه بتاعته ديجيتال، الخشب بتاعه 8 مللي. عشان برده ايه ما يبقاش قليل قوي، عشان برده الحاجه ما بتقل لازم يبقى ايه حاجه كويسه. تمام. الاشكال طبعا في اشكال كتير، في كف ابيض، كف اسود، في حاجه زي كده اللهم بارك هذا البيت. تمام. في منه كبير شويه. تمام. في صور مارلين مونرو كلها طبعا. تمام. دي اجدد حاجه عند البنات، كل الناس ايه البنات كلها بتبقى عايزه الصور دي. اه عندي صور المودلز اللي هم السود قوي اللي عاملين برونز والكلام ده برده عندي. كل الاشكال دي يا بنات ب 10 جنيه. انتوا لما تيجوا هو ايه طالب من كل عدد. اه بس عندي برده او اشكال. تمام. عندي اشكال كلها معظمها اشكال بنات. بصوا يا بنات كل الاشكال دي بقى انتوا تعالوا وعيشوا مع نفسكم، الاشكال كتير جدا. اي شكل في دول ب 10 جنيه. ولو هتعملي صوره ليكي كذا مقاس يعني، ولو هتعمل صوره هتزيد 5 جنيه. هتزيد 5 جنيه. هتزيد 5 جنيه يا بنات. تمام. اللي هياخد اكتر من اللي هياخد اكتر من 2 يعني اكتر من 3 يبقى الواحده ب 8 جنيه. الحجم ده 20 في 30. ده في حجم كتاب. اه حجم كتاب المدرسه تقريبا. ايوه 17.5. دي 17 ونص. اه جميله جدا دي يا بنات. ده طبعا بيتباع في العادي ب 30 جنيه ب 25. تمام. في منه طبعا ايات قرانيه لو حد عايز ايات قرانيه. تمام. دي الله نور السماوات والارض. واي حاجه بتتعمل يعني اي لو في حاجه انتوا عايزينها. اه احنا معانا مطبعه بفضل الله اي حاجه بنعملها. تمام. عايزين نطبع ايه كله بيتم. دي بتتعلق. اللي عندي دي اكبر من اللي في السوق كله. تمام. بفضل الله انا اول واحد جايبها في ضرب البرابره في المربع. الناس طبعا بتقلد وبتعمل. اللي عند كل الناس اصغر من دي شويه. دي كترها 30 سم. تمام. ب 15 جنيه. ده سعر الجمله. اه بس دي مكتوبه على الكيس ولا الكلمه دي؟ لا الكلمه لا دي على الصوره نفسها. انا ممكن افتحها لك اي واحده ايه اتفرج عليها برده عشان ايه ممكن ما تبقاش باينه قوي في الصوره. بص يا بنات بقى هاتها لي من الجنب كمان. بص السمك بتاعها 15 جنيه. ده السعر ده اللي بص السمك بتاعها هي مش تخينه قوي بس السمك بتاعها معقول بالنسبه للسعر كمان حلوه جدا. تبقى فلات على الفيتو. اه بالظبط. في منها بقى كلمات كتير. في بيت الكريم مفتوح اهو. بيت الكريم مفتوح. صاحب الدار بيقول اهلا بالزوار. يعني حلوه جدا على فكره. مثلا في بيت العز.
تمام. في بيت الكرم يبقى في اهلا وسهلا برضو، بيت احلى البنات طبعا. برضو لو حد عايز يكتب معينه بنكتبها له. لا والله انتوا مدلعين الزبون، والله انتوا مدلعين الزبون. 5 جنيه اكتب لك اللي انت عايزاه، طبعا بتسميها بعد ايه يومين. تمام. عندي 5 قطع، ده حاجه اسمها ليمينيشن. ليمينيشن ليمينيشن بتتعمل فوق الورق عشان ما يبقاش ورق بس على حاجه زي اللي عند الناس كلها، عشان برضو ده تحفظ. دي طبقه بلاستيك بتحفظ الطباعه، ده عباره عن اللي عند الناس كلها بيبقى ورق ومطبوع على الخشب. تمام. لا انا ده بعد ما بيتعمل ما بيتسابش ورق كده بس، ياخد طبقه الليمينيشن ده بيزيد شويه بس عشان يحفظ الورق. الليمينيشن حاجه زي لميع مثلا، زي ورنيش، حاجه طبقه بلاستيك بتبقى متغلف فيها الطابلوه عشان ما تبصش. القطعه الواحده ده 5 قطع بيكملوا ايه قرانيه او بيكملوا منظر. طبعا باقي المناظر عشان عندي اشكال كلها مش موجوده دلوقتي، كلها متباع موجوده على التليجرام. كل اسبوع انا بجيب شويه. ده كام ده؟ ايات كلها. ده كام؟ ب 120 جنيه. ده اللي هو النضيف. تمام. ده 5 قطع في منه ايات. بص انا عندي تابلو زي ده كده، ده الثلاثي، ده فينيل برضه، ده فينيل، ده جرين اللي عند الناس كلها سوين. والاشكال مش موجوده عند حد بفضل الله، برضه الاشكال دي مش هتلاقيها في حته. بس ليه؟ لان ده تصميمنا احنا الخاص، الاشكال دي تصميمنا احنا. في اشكال اطفال؟ طيب في اشكال اطفال، لو واحده عايزه تعمل في اوضه ولادها تعمل، مفيش مشكله، اي حاجه تتعمل. بصوا على الاشكال دي برضه. بص عليك، ده مش موجود غير عندي هنا في درب البرابره انا بس، بفضل اللي عندي. انا مش قادره اقول لكم على درجات الالوان قدامي عامله ازاي، تحفه حلوه قوي. بصوا رابونزل اهي، الصوره اهي اللي انا بتتجمع تتحط بالعرض، على فكره جميله جدا. في منها بالطول برضه، في منها طول وعرض. في ده بناتي برضه، بينفع اطفال بناتي. الله دي جميله جدا. مطبخ وعرجان ومش عارف ايه الحاجات دي برضه. حد من طرف حضراتكم هيبقى ب 95 جنيه، ده اللي هو اللي عند الناس كلها. تمام؟ تمام. اللي هو العادي بس ده طبعا خامة اقل شويه، ده اللي عند كل المحلات اللي بينزل، ده اللي موجود، ده السوقي اللي بيقولوا عليه. ده ب 65 جنيه عندي. 65 كم قطعه؟ ثلاثه؟ ثلاث قطع برضه. الاشكال هي بس الاشكال معتاده ما فيهوش حاجات جديده. تمام. الثاني كل الاشكال اللي على النت احدث حاجه. ده في منه برضه ايات قرانيه، برضه اي حد تبع حضراتكم هيبقى ب 60 جنيه. لو بتمنه طبعا 60 جنيه بنات، طقم 3 قطع مع بعض اللي هو السوقي. تمام. اياك سواء بقى يا قرانيه، اللهم بارك هذا البيت، او مناظر او اي شيء. احنا عايزين نعرف العنوان هنا بالتفصيل للناس لما تحبي تيجي. احنا هنا في نص درب البرابره بالظبط في القلب. ايوه. اللي جاي من شارع الجيش احنا ثالث قرى شمال، اللي جاي من الموسكه احنا ثالث قرى يمين. على ناصيه الشارع بره مول السني. نص الشارع السني. ده من ناحيه شارع الموسكي. شارع بورسعيد من ناحيه شارع الجيش بركي، حلواني بركي. على راس الشارع. وهنا بقى اللي يخش هنا ايه؟ يخش هنا يقول الشيخ تركي. الشيخ تركي. معروفين بفضل الله. تمام. وعلى ناصية الحرم ابو طالب بتاع الكيس. ابو طالب يا بنات، او شركه الانوار الحديثه، انا مصوره لكم فيها قبل كده. طيب في شحن المحافظات؟ ان شاء الله اي حته بنشحن في كل مكان. دلوقتي الفيديو خلص، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.